شريط معلق بجرب اشغل فبصفي عايله. معقول تكون هالشغله حطتني مكان احسن؟ معقول هالمقطع يكون وصلني على زمان احسن؟ احسن اذا بكتب ومفهوم مش مسموع، احسن من قلبي عقلي ممكن يفكر انه ممنوع. الصوت من مايك وايرلس حس لك مقطوع، الصوت من شماعه مش موصوله، شو الموضوع؟ حسبتها 1-0 انا وياها انها تاريخ، فازت كل مره حكيت فيها على فينوس والمريخ. دقيقه ليش دائما بروح هناك وبتصير غمغم؟ شو جابني هون؟ مين هذول اللي على الارض؟ في دم كثير في عالم دمدم بيحبوا يعيشوا بالغمغم. في كثير اجزاء خليني اركز على العمام. المناهج تخدرت والابره كانت مليانه سمسم، شاف الثلج عمل فراشه بالورقه شمشم. بعدها جمجم الفكره طورت فاهم ديبس، لما يكون معك كثير ناس كله رخيص بتلاقي الحل تكتشف مش من المي بتنبل، وتعرف انه مش من عدوك ممكن تنزل، وتلاقي القريب يطلب منك على الارض تنزل، والغريب يشوف فيك ولي قارب تنبل ويحاول يسقيك كف على نياك يصحيك يوقفك على حفه وادي يمسك روحك ويرميك يحكي لك بكفيك اترك الشاشه برا وسام سام مظهر يحكي لك ضبط وضعك اوعى ترجع حدا بنفع الا ما تلاقي مكان وناس اجدع الكذله دائما في امل انك توصل اسرع اسمع وقف معك وعمري ما ضلناش موجود بعد فتره بترجع خلص كانك بتتعالج من دوده ممكن بتغرق دائما عشان القش موعود ممكن بتشرق دائما عشان الحسكه مصمود جوا بحلقك صوره انت بالنص ما حدا دمك تلعب بالنار وبتحرق اصابعك بتعرف تدمك بتضغط رصاص وحبر بنفس الاحرف الحرب حربك على المسرح العرض عرضك يعني الارض ارضك الجمهور عينتك الدي جي اخوك وصاحبك اللي جنبك عارفك بشد عيدك لفوق ساحبك الصاحب ساحب بس لما تكون لحالك انت الشاهد هاي سلام بدي الجنه بالقلم بجاهد بس قبل بترك رساله بحكي لهم وين وصلت بركي بفهموا اني تعبت بس كله لاني حلمت بس قبل بترك رساله بحكي لهم وين وصلت بركي بفهموا اني تعبت بس كله لاني حلمت بس قبل بترك رسالة بحكي لهم وين وصلت بركي بفهموا اني تعبت بس كله لاني حلمت بس